مساء الخير. حفل انتخاب مستر لبنان 2010-2011 ببلش بهاللحظات. رحبوا معي بعبير ليوس ووسام حنا. جميل مساء لبنان. الموعد السنوي بيتجدد بحدث جمالي ضخم بيسرق الأضواء وبيعكس ثقافة حضور أخلاق وجمال الشاب اللبناني بحفل انتخاب مستر لبنان، هالحدث اللي رجع ياخد حقه من جديد. من كازينو لبنان منرحب بكل المشاهدين وأهلا وسهلا بجميع الحاضرين من وجوه سياسية اجتماعية فنية إعلامية وثقافية. مستر لبنان حفلة خطة مسألة انتخاب شاب حلو ليكون مسابقة بتعكس صورة حضارية للبنان، وحدث بيتميز بمصداقية ونزاهة تحت رعاية وزارة السياحة اللبنانية ومعالي الوزير الأستاذ فادي عبود، وأكيد بحضور رئيس مجلس الشرق الأوسط للإعلام والترويج السياحي بمنظمة السياحة العربية النائب والوزير إلي ماروني. كما بينظم هالحدث السيد نضال بشراوي للسنة الثانية على التوالي بعد النجاح اللي تحقق العام الماضي بالتعاون مع لجنة ملكة جمال لبنان برئاسة السيد أنطوان مقصود. والهدف هو انتخاب الشاب اللبناني اللي بيرفع اسم لبنان بالمحافل الدولية، خصوصاً أنه ملك جمال لبنان رح يشارك بمستر وورلد، كما هناك فرصة للشباب للمشاركة بمستر انترناشنال، مستر توريزم انترناشنال ومستر مانهانت انترناشنال. هالحدث يلي بتنفرد بنقله شاشة الام تي في اللبنانية رح يشهد منافسة بين 19 شاب، حلمون الفوز باللقب، طموحهم التحليق بعالم الشهرة والأضواء، إضافة لخوض سنة مليانة بالنشاطات والأعمال الإنسانية والاجتماعية. عبير، إجا الوقت نتعرف على الشباب. أنتوا جاهزين؟ نحن جاهزين. وأنا كمان جاهزة. لكن خلونا نتعرف على شباب الـ 19 بهاللوحة الفنية الاستعراضية. We'll be right back.
من بعد ما استقبلنا المشتركين ومعهم ملك جمال لبنان لعام 2009-2010 عبد الرحمن بلعة، خلونا نروح بجولة على سوق الذوق العتيق لنتعرف أكثر على المشتركين التسعتاعش من خلال هالكليب. Protection. I stand.
19 شاب يلي تعرفنا عليهم الليلة رح يمرقوا بامتحانات قدام لجنة تحكيم محترفة، رح توضع علاماتها بدقة لاختيار الأفضل وليفوز يلي بيستحق اللقب. مسؤولية كبيرة بتحملها اليوم لجنة تحكيم مؤلفة من 10 أشخاص، وهن بداية بحب رحب بماري جوزي حنين تم انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2003. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا بروجيم كرزل، مصور لبناني عالمي. كمان بدي رحب بميرنا خياط أبو الياس، مخرجة تميزت بصورتها الحلوة. دكتور إلي ديب، أخصائي بالغدد ومعالجة الوزن الزائد، أطل ضيف مع الإعلامية الأشهر عالمياً أوبرا وينفري. أهلا وسهلا فيك. كمان بدي رحب بزكية بوفتيلان، عارضة أزياء كلكم شفتوها بميشن فاشن. ورد الخال، نجمة بمجال التمثيل، أهلا وسهلا فيك. أكيد ما بدنا ننسى المنتجة كمان. كمان بدي رحب بأحمد الوزان، ممثل وزارة السياحة، أهلا وسهلا فيك. ريما صيرفي، إعلامية وصحفية، الكازينو منور بوجودك. كمان بدي رحب بالدكتور وليد زرائط، أخصائي طب أسنان تجميلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بمريم منزرقة، عارضة أزياء من فورد باريس ايجنسي، وأيضا كمان شفتوها بميشن فاشن، أهلا وسهلا فيكم. من بعد ما تعرفنا على المشتركين وعلى لجنة التحكيم، خلونا نستقبل ضيف سهرة الليلة، وهو فنان دخل قلوبنا بأغنياته الحلوة، صوته المميز وحضوره المحبب. مؤخراً أطلق أغنيته الجديدة كرجة مي يلي حققت نجاح كتير كبير. رحبوا معي بالنجم زين العمر.
نرحب من جديد بجميع مشاهدي الام تي في وبالحاضرين معنا بكازينو لبنان بحفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2010-2011. وهلا صار وقت انه نستقبل الشباب بلباس البحر. عبير، بس قبل ما نستقبل الشباب بلباس البحر ويشلحوا الشباب كمان، ما شاء الله عليك جمالك. ميرسي وسام، عيونك الحلوين. شو هالاناقه كلها عبير، هي من افضل عارضات الازياء عندنا بلبنان، كثير حلو فستانك. ميرسي وسام. بدي اشكر اكيد المصمم توفيق حطب اللي ملبسني، كما وانه بدي اسمح لنفسي اشكر طارق رزق اللي اهتم بتسريحه شعري، والفت منذر كمان اللي اهتمت بمكياجي. بس انا عرفنا عني انت بخصوص اطلالتك وسام. انا دائما وابدا فيورديلي، يلي بوجه لهم تحيه كثير كبيره كمان، انا بتشكركم. شكرا لكم كمان. لكن لازم نشوف الشباب هلا بلباس البحر، ابتداء من هالطلي لجنه التحكيم رح تبدا بوضع علاماتها للشباب، وهالعلامات رح تظهر قدامكم على الشاشه. Somebody to love. Oh, 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 o